السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على تاني محاضرة في عمارة الحاسب. هنتكلم على الأجزاء الأساسية في الـ Technology Development، إزاي بقدر أطور في الكمبيوتر بتاعنا، من ناحية الـ Manufacture، من ناحية الـ Processor، من ناحية الـ Main Memory بتاعتي. طبعا إحنا عندنا كل اللي احنا بنهدف فيه في التكنولوجي بتاعتنا ان احنا نصغر حجم الاجهزة، وفي نفس الوقت نعلي البرفورمانس بتاعها بحيث اللي هي تقدر تأدي الوظائف اللي احنا عايزينها، المالتي تاسكس بتاعتها، في زمن قليل جدا. تمام. من التكنيكس ما نقدرش نهمل او نقول ان الموبايلات اللي احنا بناخدها اللي هي معانا دي ما تعتبرش اجزاء من البروسيسور، لا هي تعتبر منه بس بتاع بس نوع من انواع الامبيدد سيستم. دي برضو هنتكلم عليها وطرق الاستخدام بتاعتها وطرق التطور فيها شكله ايه. وهنكمل بقية المحاضرة ان شاء الله على موديل الجزء الخاص بالجزء ده، هتلاقوه على اللينك اللي موجود عندكم في الفيديو، على موديل الفيديو اللينك بتاع بقية الفيديو. شكرا.